الحقيقة الفضائية فين ما كنتوا فين ما توجدتوا. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة دائما في إطار برنامجكم برنامج استعراض حالة شفاء من المملكة المغربية، برنامجكم ولا تيأسوا. اليوم أعزائنا المشاهدين حطينا الرحال بواحد المنطقة جميلة كتواجد على مقربة من مدينة بني ملال ومدينة قصبة تادلة اللي هي مدينة القصيبة. مدينة القصيبة هي واحد المدينة صغيرة كتواجد كما قلت بالقرب من مدينة بني ملال، أكيد أنها كتميز مناظرها الساحرة ويعني كتستقطب عديد السياح يعني خصوصا السياحه الداخليه، واكيد ان عدد كبير من الجاليه المغربيه اللي كيقطن خارج ارض الوطن فهو كيجي لمدينه القصيبه ولهذه النواحي والضواحي ديال مدينه بني ملال كما قلت. فكما قلت مدينه القصيبه هي مدينه ساحره وجينا لها باش نتلاقاو بسي مصطفى. سي مصطفى يعني 4 سنوات من المعاناه مع مشكل الصدفيه، اكيد ان هذا المرض الجلدي اللي كيصيب يعني عديد من الاشخاص فكيخليهم يعني عاجزين على القيام بالانشطه اليوميه، وهذا هو حال سي مصطفى ايضا اللي كيمارس يعني كنشاط نشاط الفلاحه. فاكيد ان سي مصطفى المشكل الصدفيه حرمه من عديد الامور وحرمه من عديد الالتزامات والانشغالات اللي كيقضيها خلال الحياه اليوميه، الا انه ولله الحمد يعني من بعد التجاء المركز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه استعمل جرعات المكملات الغذائيه واللحظه بصحه جيده، وكيف غيقول لكم يعني اعزائنا المشاهدين فيعني تحسن بنسبه ديال 70%. فكان يعني كما قلت عاجز عن يعني قضاء الاغراض ديالو والمآرب ديالو، ولكن ولله الحمد لحظه هو كيمارس الانشطه ديالو كيتمشى كيف يعني كان عليه الامر يعني من دي قبل ما يتصاب بهذا المرض. والحمد لله غادي يحكي لكم اعزائي المشاهدين رحله المعاناه ديالو مع المرض وطريقه الشفاء اللي وصل لها بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، وبفضل الجرعات المكملات الغذائيه اللي كتنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه. كل هذه الامور واكثر خلال حلقه اليوم، بقوا معنا. السلام عليكم، انا الاسم ديالي زمهنا مصطفى من مدينه القصيبه اقليم بني ملال. كنت نعاني من المرض ديال الصدفيه مده 4 سنين، ما خليت دكاتره ما خليت شي مهم اي حاجه تيقولوها لي الناس نجربها. جاتني واحد السيده ونصحتني بالدكتور هاشمي، التجأت عند المقر ديالو، اعطاني واحد تريتمون استعملته لقيت شويه تحسن. المهم من مورا دوزته في رمضان، واخا جاني صعيب باش نستعملو في النهار وكنت كان شويه الحال سخون. وتنصح الناس كاع اللي عندهم شي حاجه ديال الجلد كما تيخصني انا الجلد يلتجئ للدكتور هاشمي. عندي 3 دكاتره اللي مشيت عندهم، كازا وجوج بني ملال، وهما شخصوا لي قالوا لي الصدفيه، ولكن ما عمرهم عطوني شي دواء لان باش نساليها في خطره تيعطوني تتهدني شويه. هادشي هو اللي كاين اللي كانوا ديال فاش استعملت العشوب ديال الدكتور الهاشمي، ماشي فحال الدواء اللي كانوا تيعطوني، مختلف شويه، بان لي شويه ديال التحسن، بان لي شحال من حاجه. الصراحه هو مرض ما تبغيه حتى واحد، وبالنسبه اللي تيشد في البلاصه الحساسه فحالي انا بين الرجلين ما تيخلينيش نتحرك، ما تيخلينيش ننعس. لا اله الا الله، هو مرض ما عندي ما نقول عليه، مرض خايب. الاعراض ديالو كاين تعصب اول حاجه، ما تيخليكش تاكل وما تتبقاش ديما هاني، المورال ديالك ما تيبقاش هاني. هادو هما اللي كنت نحس بهم انا، كنت نقول انا غير شي حاجه عاديه، شي حاجه كليتها فاش الله كان تيبان لي تنقول شي حاجه كليتها شي حاجه عادي شويه، العنب كان تيمشي ويرجع لتحت ما بغاش يمشي ليا. شويه تنقول هادشي بزاف، هادشي راه عيق، شي تيقول لك الكزيما تنوري المالندار كلش كان تيقول لي. عاد التجأت للاطباء، نصحوني الناس قال لك التجأ، مشيت وشخصوا لي المرض ديالي قال لك الصدفيه. شي في الاول كنت مخوف منه، الجلد راه تيقدر يخلق اي مرض اخر، يقدر يخلق اي حاجه، كنت مخلوع منه. حتى بديت صافي تلقى الراحه ديالي في الدواء، وكاينين الناس اللي تيعاونوك تيقول لك عيش مع المرض ديالك، حاول داوي بحث قلب، راه اي حاجه ما عندهاش زعما ما عندها الحل ماشي. وداك الشيء اللي درت انا بقيت نبحث وتنقلب والحمد لله لقيت شويه ديال التحسن. انا عندي خدمتي، عندي الفلاحه ديالي، عندي منعتني من اي حاجه، وعندي جوج وليدات مجوج صافي، تولاو تولي تلقى المشاكل في الدار.
على حساب داك المرض، ما عرفاش من المرض هذاك، ما نعرف شنو كي اللي تيشوفو غاتيشوفو تاتوريه اللي تيزيد يقتلك الكونسير هذاك الله يستر فهمتي. والحمد لله الحمد لله عشت معاه وليت عايش معاه عادي صافي، تنستعمل الدواء ديالي تروتمون ديالي وغادي معاه. تنقول شي مرض خطير في الاول، كنت نقول غنقدر كنت نتخوف من التحاليل، كنت نهرب من الاطباء رغم مالين الدار اللي كانوا تيشجعوني زيد زيد، وما راه كنت انا تنهرب من الاطباء، تنخاف غير نمشي ونلقى شي مرض خايب ونصدق في حياتي ما فهمت. تا ولاو تا وليت شويه بشويه، المهم صافي عطيت الامر الله سبحانه وتعالى. اي حاجه باينه مالين الدار تيتقبلوا اي حاجه ديالك من جات منك، تيوليو يتعاملوا معك بحال شي دري صغير، ما يتقلقش خليك دا مريض فهمتي. تا هما راه عانوا بزاف معايا، ماشي هاد المده ماشي غير انا اللي عانيت، عانت الوالده، عانت الزوجه ديالي، عان مالين الدار الاكثريه، كلشي عانى معايا. خصهم يعرفوا شنو عندي باش ما يبقاوش جالسين حتى الاخر ما درنا ليش ما درنا ليش. وفي الاول ما كانوش تمشي عند شي اطباء هذوك الطب العام تيعطيني شي دواء ديال الكزيما تيعطيني وصافي، وما تنحاول والو. بعض الخطرات تندير شي دواء اللي هو تيزيد ينوضها تتولي تنتشر. بالنسبه للعنق ديالي تتمشي وتولي لتحت، لقيت معاه مشاكل صعيب بزز باش ما وليتش شويه تنحس براسي بلا انا وليت نبرا شويه بشويه، وليت من الجانب النفسي خصهم يعيشوا مع المرض ديالهم اول حاجه، وياخذوا النصائح ديال الانسان. كما انا خديت النصيحه ديال سير عند فلان دكتور هاشمي، سير عند فلان بنادم بدا يتصنط، ما يبداش يدير داكشي بالهضره لا واه هادي غادي يهضر، لا واه هذا بنادم خصو يبدا يدير بالنصيحه ديال بنادم فهمتي. ويلتجأ هو لاي حاجه قالوا له العشوب، راه يقدر يلقى الحل في العشوب وما يلقاهمش في الدواء ديال سميتو. هادشي وليك استعملت العشوب ديال الثقافه ديالنا والتقاليد ديالنا، دير هادي دير هادي دير داكشي استعملته كامل. واحد العشبه تنقولوا ليها بشلحه اداد، كنت نستعملها تندومها تتخلط مع الحنه فهمتي، العسل الحور مع شحال من حاجه كنت نستعمل الاعشاب استعملتهم كاملين وقيله ديال عاد. نصحوني حتى الدراري اللي كاينين قال لك التجأ انت تستعمل الاعشاب، التجأ لشي واحد اللي اختصاصي في الاعشاب باش تعرف شنو تدير، ما تبقاش تخلط ودير داكشي. علاش انا التجأت واحد السيده هي اللي نصحتني، داكشي علاش التجأت للدكتور. هاد السيده ديجا حتى هي تعاملت مع الدكتور هاشمي من النواحي ديال القصيبه، وهي اللي قالت لي شنو وقع ليا شنو وقع ليا، التجأت عند الدكتور هاشمي عاد لقيت راحتي. هذه هي السيده اللي نبهتني. حيت انا راه مريض خصني نداوي راسي، تنقلب على الحل تنقلب على شحال من حاجه، ماشي اي كون ديك الساعه اي واحد قال لي دير هذه راه نديرها، واخا انت عارفه مضره ومكدر ديرها باش تشوف تنقد راسك وتنقد وليداتك اللي تابعينك وتنقد. شو هو اللي كاين؟ كاين واحد الطبيب قال لي راه تقدر تعيش معاه، قال لي راه تقدر تعيش معاه. وواحد اخر كان بغى يعطيني الدواء ديال الاعصاب، انا اللي تهربت من الدواء ديال الاعصاب. هما شحال من واحد كانوا حتى الناس اللي عندهم تجربه، وكان والحمد لله انا تنصح كما تنصحت راني تنصح الناس. شحال من واحد يجي تيقول لي شنو درتي، تنقول له بدي التجأ شويه للاعشاب الطبيه راه تقدر تلقى الحل ديالك تما صافي. بنادم شي تيقول الناس يقول لك عشت معاها غتعيش معاها، انا صافي وليت انا تنطلبها كون جاتني في صحه في شي قنت اخرى ما تجينيش في بلاصه اللي تضرني، وتا اللي تنطلبها تجيني غير في ايوا شي ولي كي هضره. انا صافي خص حتى واحد ما يخسر ليا الهضره، خصني نكون عايش داكشي اللي بغيت نديرو نديرو. هضره جات نقدر ندابز مع بنادم نتعصب عليه من الدار، باقي برا شويه ما تيوصلك حد غا الدار، دابا غا مع الدراري وليداتي تنتعصب معاهم. وكيفاش كتلقى رده الفعل ديالك؟ كيصبروا ولا كيفاش؟ بيان سور غايصبروا ليك، وليداتك مالين دارك غايهزوك، شكون اللي غايهزك؟ برا اللي تقدر تلقى المشاكل. الناس اللي تيعرفوني الحمد لله لا عايش معاهم عادي، الاكثريه هما اللي تيبحثوا معايا تيقلبوا معايا وتي كاع الاصدقاء ديالي كلشي تيبدا يقلب معايا، وكلشي تيبدا يسول كل خطره يصيفط ليا شي واحد تليفوني عامر دابا كله غالي يلقى شي حاجه يصيفطها ليا. هاد الدواء ديال الصدفيه كاين الدراري في الجاليه مقابليني غالي يلقى الصدفيه يجيب ليا الدواء يجيب ليا. كاين دابا الثلاجه فيها الدواء ديال الصدفيه ديال الصبليون،
ريزيرف حطيته دابا ريزيرف. هادشي هو اللي كاين. لقيت تحسن، لقيت تحسن، لقيت تحسن من ناحيه الدواء اللي استعملت مع الدكتور، لقيت شويه ديال التحسن. من صافي حتى انا شويه ما تبعتش، صافي لقيت تحسن، صافي انا نرجع للور، لقيت وليت نتحرك، وليت وانا نزقى ما تليتش تبعت انا، وانا ضروري خصني نتبع. شي هو اللي كاين، ما كنتش نتحرك بزاف، ما خصنيش حد الا خرج للقهوه، حد الا خرج عند شي صاحبي هنا، ما كنتش نبعد. الا خصني نتحرك خصني الطوموبيل، خصني شحال من حاجه. بغيت نمشي للعروبيه لشغلي وفلاحتي وداكشي صعيب، الحال سخون وخصك تمشي على رجليك، ما تحرمت كاع مناش. الا تحركت خصني تحركت غير شويه، خصني نجي ونطلع للدار وندوش ونبقى نتكي وحال رجلي وزاقي وحال معري صحتي وجالس. دابا الحمد لله نتوما لقيتوني في الزنقه كاع، ماشي هو اللي كاين. دابا الحمد لله كاين شويه تحسن، وكاين 70%. ماشي انا بواحد الحاجه اللي باقي تنتمنى هي نلقى شي حل باش نحيدها في خطره. دابا راه ترونكيل، لكن بغيت انا نحيدها في خطره ما تبقاش تعاود ترجع عندي. وما في الاول 4 سنين وزياده ما عمرها مشات في خطره من تحت، ما مشاتش. دابا كتحس كاين تحسن؟ لا دابا 70% كاين تحسن. انا راه ما كرهتش، انا ديت عيد. المهم كاين تحسن، وليت تنخرج، وليت حتى الناس ولا اليوم بنهار تلاقيت مع الوالده ديالي، قالت لي راه وليتي بخير الحمد لله ثاني هذه الايام. قلت لها الحمد لله. فين كنت وجيت؟ لا وليت نتحرك بزاف، وليت الحمد لله ماشي بحال الاول كنت صافي الدار جلس خرج شي غير لهنا ورجع. تحركتي شويه والمشيه ما تبقاش عندي مقاده، خصني ما كنتش عايش بخير في حياتي. واخا هكاك ما كان الحمد لله. دابا وليت بنادم عادي، ولا بنادم عارف الا كاين شي كاينه نتيجه. يقدر بنادم ما يبرا ما بقاش ذاك الفكر ديال ان ما غاديش نعيش معاها، ولا ما حد وصلت لهذا سميتو النيفو، يعني غنقدر نولي عادي. ومرة العام الفايت في هذا الصيف حال هذه الوقيته، قبل ما يجيني يوصلني الدواء كنت محن، قبل رمضان كنت محن. ما تبني ملال ما تليتش قد نوصل ليها باش نقضي غراضي ونرجع. تنصح بالناس اللي عندهم مشاكل جلديه التجؤوا للاعشاب الطبيه. هادشي هو اللي كاين، وخصهم غير يشخصوا المرض ديالهم، ماشي تمشي وتقول لي هضرني الجلد صافي جيب ليا. شخص المرض ديالك والتجأ الاعشاب الطبيه. هادشي هو اللي كاين. تنشكر الناس اللي عاونوني توقفت هكا، وتنشكر حتى الاخوه اللي جاوا لعندي حتى لهنايا، وتنشكر السيده اللي قالت لي اللي نصحتني باش نمشي للدكتور هاشمي، والناس كاع اللي كنت تنضرهم وكنت معصب يسمحوا لي. هادشي هو اللي كاين. ما